أين الفنانين الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا؟ أين الراقصين والراقصات الذين صدعوا رؤوسنا قبل كورونا؟ أين الفنانين والمغنين الذين بلغت مشاهدات أغانيهم الهابطة ملايين ومئات ملايين المشاهدات؟ نرجو منهم الآن أن يحلوا لنا مشكلة كورونا. نرجو من الذين يتصدر الإعلام مشاهدهم ولا نسمع في إعلامنا الكاذب إلا أخبار الفن وأخبار المشاهير وأخبار الرقص، تعالوا تعالوا بنا بهم جميعا، هاتوهم لنا ليعالجوا لنا مرض كورونا. كلهم اختبأوا في جحورهم وأصبحوا يطلبون دعوة شيخ وقراءة قرآن من مصلح، وأصبحوا يرتجون وصفة لطبيب ولعلاج لطبيب راتبه أقل راتب في الوطن العربي. وأيضا أطباؤنا الذين نرتجي منهم اليوم أن يعالجوا لنا مرض كورونا، كلهم هجرناهم إلى أوروبا، كلهم هجرناهم إلى أوروبا ليشتغلوا في المستشفيات الأوروبية. الآن أصبحت قيمة للشيخ، وأصبحت قيمة للطب، وأصبحت قيمة للثقافة. أدعو العالم الذي أنفق كل ميزانياته، كل ميزانياته على العسكر وعلى القنابل وعلى المدافع وعلى الأسلحة العسكرية، الآن العالم يرتجي أن يدفع مال الكون كله وبترول الكون كله من أجل أن يعالج فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة. ربنا ربنا قد عرفنا قدرنا، يا رب نشهدك من فوق سبع سماوات أننا عرفنا قدرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت أوروبا تقول انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء، قلتموها الآن، قلتموها الآن منذ أن خلق الله السماوات والأمر متروك للسماء. لكن ظلمكم وكبركم نمتم فيه وغرقتم. يا رب قد عرفنا قدرنا فلا تطل علينا البلاء. يا رب عرفنا أننا ضعفاء، يا رب عرفنا أننا فقراء، يا رب عرفنا أنك الجبار، يا رب عرفنا أنك القهار، لكننا نعلم ونعرف أنك الرحمن الرحيم. فيا ربي لا تعاقبنا بذنوبنا ولا تعاقبنا بأعمالنا، يا ربي عم البلاء بيوتنا، يا ربي عم البلاء بلادنا، يا ربي فقدنا أهلا وأحبابا بفعل هذا الوباء. يا ربي نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفعه عنا. يا ربي لا يأتي رمضان إلا وفتحت مساجدنا.